الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. سيد الكاتب العام لعمالة غير المغرور، سيد رئيس مجلس غير المغرور، السيد رئيس المجلس العلمي، سيد ممثل أسرة المقاومة وجيش التحرير، سيد باشا مدينة الناظور، سادة رجال السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية، سادة أساتذة جامعيون، سادة وسيدات ممثلو الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والاتصال، سيدات والسادة عراميل وذوو حقوق المقاومين وأعضاء جيش التحرير المتوفين، معشر الحضور الكريم، يتجدد هذا اللقاء التواصلي وهذا المهرجان الخطابي لتخليد ذكرى من أغلى وأعز الذكريات الوطنية اللي هي الذكرى سعودية الشمالية. وهذه الأجواء اللي هي طافحة بحرق الإيمان وأريج الوطنية والمواطنة الإيجابية، هذه أجواء إيمانية المفعلة بقيم الوفاء والبرور. نحتفل بهذه الذكرى ككل سنة في موعده، مشروخة الأحداث ديالها مدونة بأحرف من ذهب في سجل تاريخنا المجيد. حري بنا في هذا اللقاء التواصلي وهذا المهرجان أن نستعيد ولو قليل من كثير وغير من فيض من سجل تاريخنا اللي هو تاريخ مرصع بالأمجاد والروائع ديال الكفاح الوطني، واللي هو في منطق من في معارك كثيرة دعا صيتها، ومنها تلك التي خاضها المجاهد البطل الشريف محمد رمزيان ما بين سنتي 1990 و 1912، والمعارك البطولية والملاحم اللي قادها المقاوم البطل محمد بن عبد الكريم إلى 1926، وهي معارك وملاحم كان فيها لمقاومي إقليم الناظور حضور بارز ومتميز، حيث أبدأوا فيها البلاء الحسن. على الرغم من انتهاء تلك الملاحم باتفاق والتواطؤ ديالهم على إسكات الأصوات ديال البنادق ديال المجاهدين الأبطال الغور الميامين، بعد قرابة 40 سنة من العمليات العسكرية اللي كلفت القوتين الاستعماريتين الفرنسية والإسبانية كثير من المال والجهد والضحايا والمعطوبين، وجدتا نفسيهما أمام مولود مغربي جديد يقارعهما بسلاح مستحدث إنه النضال السياسي. لكن المستعمر الجاثم على الوطن والخانق لأنفاس أبنائه والمستنزف لخيراته والقامع لأبسط حرياته وحقوقه تأكد يوم بعد يوم أنه لا يفهم إلا لغة واحدة، لغة يفهمها جيدا ويعي عواقبها ومخاطرها، إنها لغة المقاومة المسلحة، فالحديد لا يكله إلى الحديد. أمام تخبط الإدارة الاستعمارية بعدما تناسلات الأنوية ديال المنظمات الفدائية امتدت يد الهضر إلى رمز الأمة بطل التحرير والاستقلال السلطان سيدي محمد بن فيه هو الأسرة الملكية الشريفة يوم 20 غشت 1953 إلى جزيرة كورسيكا، فتن أنها بهذا الفعل النخرة ينفي رمز الوحدة ورمز السيادة الوطنية، اعتقدت ديال الكفاح الوطني وديال المقاومة.
لكن الشعب المغربي المتشبك بمقدساته الدينية وثوابته الوطنية أربك الحسابات والمخططات تزحف المظاهرات والاحتجاجات والوقفات وإعلان الاستقلال والوحدة الترابية والوطنية. كان نصيب لأبناء هذه الربوع المجاهدة هو استمهار الهمم والعزائم للمشاركة الفاعلة والمؤثرة في الانطلاق للعملية الأولى باسمه وصفته. ينعقد هذا اللقاء المبارك بإقليم الناظور الذي يتزامن وتخليد ذكرى 69 لانطلاق عمليات جيش التحرير بشمال المملكة لاستحضار ذكريات أبطال أماجد من أبناء هذه الربوع المجاهدة المشهود لهم بالبلاء الحسن في ميدان الكفاح والتحرير. رجال أصفياء أتقياء سخروا أعز ما لديهم وركبوا الأهوال والأخطار في سبيل الدفاع عن حوزة الوطن ومقدساته الدينية وثوابته الوطنية. المكرمون والمحتفى بهم اليوم يعتبرون بحق أبطال أشداء قاموا بأدوار طلائعية كانت حاسمة وفاصلة في عدد من المحطات النضالية والمراحل الكفاحية في المسلسل التحريري للبلاد. وحدات المقاومة وجيش التحرير شهد للمكرمين للبسالة والغيرة الوطنية والنضال المستميت دفاعا عن أساس بلاده وثوابتها. معشر الحضور الكريم، لقد أخلص هؤلاء المقاومون بجليل أعمالهم وحسن صنيعهم، ودعواتنا للمتوفين منهم بالرحمة والمغفرة والرضوان وجنة الخلد وللإحياء بوافر الصحة والعافية ومديد العمر. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الكاتب العام لعمالة إقليم الناظور، السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، السيد رئيس المجلس العلمي لمدينة الناظور. أيها الحضور الكريم، نلتقي اليوم لنحتفي في إحدى أزهى صفحات تاريخنا المجيد، الذكرى 69 لانطلاق عمليات جيش التحرير بشمال المملكة. تلك الذكرى التي تعيد إلى أذهاننا ملحمة وطنية تجسد أروع صور الفداء والتضحية. لقد كان أبطال جيش التحرير رجالا صدقوا الوعد وبذلوا أرواحهم دفاعا عن الوطن، ضاربين أروع الأمثلة في الشجاعة والإصرار على الحرية، حيث واجهوا المستعمر بعزيمة لا تلين وإيمان راسخ بأن الحرية حق مقدس. تعني لهم ولأهلهم ولويهم ورفاقهم على ضرب الكفاح الوطني بهذا التكريم المستحق اللي هو أضعف الإيمان في حقهم. دعواتنا لهم ولسائر الشهداء وشرفاء الوطن وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المتوفين بالرحمة والمغفرة والرضوان، وللأحياء الذي حضر معنا والذي ما تمكنوش من الحضور لأسباب ودواعي صحية شافهم الله، كلهم نلتجئ لهم بالدعاء الصحة والمعافاة والعمر البديل. إلى جانب هذا التكريم هو تكريم رمزي معنوي، كاين التكريم المادي اللي دائما تحرص عليه المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في تجاوبها مع الطلبات والملتمسات لواحد العدد من العائلات ومن الأسر، خاصة اللي هما في الوضعية ديال العسر الاجتماعي وديال العوز المادي. غادي يكون واحد المجموعة الإعانات 35 إعانة مالية. سيدات السادة، مع توزيع المساعدات المالية
والتي تقدر ب 35 مساعدة مالية. ونظرا لذلك الوقت وتداركنا مع صلاة الجمعة فإننا سنعمل على توزيع 12 مساعدة فقط، أما الباقي فسيتم توزيعها على الحضور الكريم المستفيدين بعد نهاية الحفل إن شاء الله هنا في القاعة. بداية السيدة خالصة العسري. الإعانة المالية للإسعاف الاجتماعي قدره 2000 درهم للسيدة ليعي فاطنة، ويسلم على عزم الناظور فليتفضل سيادته شكورا. الإعانة المالية للإسعاف الاجتماعي وقدره 2000 درهم لفائدة السيدة فاطمة زيدو ابراهيم السكتاني فليتفضل سيادته شكورا. عيب شوية. الإسعاف الاجتماعي وقدرها 2000 درهم لفائدة السيدة بركاني خديجة، ويسلمها السيد رئيس مجلس العلم المحلي لإقليم ناظور فليتفضل سيادته شكورا. المساعدة المالية للمهراد فاطمة، ويسلمها ممثل رئيس المجلس الإقليمي للناظور فليتفضل سيادته شكورا. مساعدة مالية للإسعاف الاجتماعي قدرها ثومة، ويسلمها السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية العامة للناظور فليتفضل سيادته شكورا. السيدة السيدة فاطمة قنطوش تخصصات الإسلام فليتفضل سيادته شكورا. المساعدة المالية السيد المدير الإقليمي للتجارة والصناعة للناظور فليتفضل سيادته شكورا. المساعدة لفائدة السيدة بن جريد رابعة، ويسلمها السيد المدير الإقليمي للشباب للناظور فليتفضل سيادته شكورا. لفائدة السيدة فاطمة بوقيور، ويتسلمها ابنها نيابة عن ابنها، ويسلمها السيد المدير الإقليمي للصيد البحري فليتفضل سيادته شكورا. مالية إسعاف اجتماعي قدره 2000 درهم لفائدة السيدة أمينة الهدراوي، ويتسلمها نيابة عنها ابنها، ويسلمها السيد المدير الإقليمي للصناعة التقليدية فليتفضل سيادته شكورا. مساعدة مالية لفائدة مالية إسعاف اجتماعي قدره 2000 درهم لفائدة السيدة يمينة يعقوبي البيئة فلتتقدم سيادتها 26 مساعدة بعد نهاية الحفل إن شاء الله. غادي نزورها عليكم هنا في القاعة نظرا لتدارك الوقت. صافي هذا هو اللي والآن حضرات السيدات والسادة أيها الحضور الكريم، مع تلاوة مصداقية الولاء والإخلاص أيده الله ونصره بهذه المناسبة، تقول مصداقية أعطاكم وخلد في الصالحات ذكركم في أجواء طافحة بعبق الوطنية الصادقة ومشاعر الفخر والاعتزاز، أحيت أسرة المقاومة وجيش التحرير بإقليم الناظور يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 الذكرى 69 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. هذه الملحمة الكبرى
التي جسدت أروع صور التلاحم الوثيق والترابط المتين بين الشعب الأبي، بين الشعب المغربي الأبي والعرش العلوي المجيد، في سبيل استرجاع الشرعية ومشروعية التاريخية ونيل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة. وبهذه المناسبة المجيدة يا مولاي، يتشرف قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وسائر المشاركين في مهرجان الخطابي والحفل التكريمي احتفاء بهذه الذكرى الغالية، لأن يرفعوا إلى مقامكم العالي بالله أسمى آيات الولاء والإخلاص، معربين عن تعلقهم المتين بأهداب العرش العلوي المنيف، معتزين بمساعيكم الحميدة ومبادراتكم الرائدة وجهودكم الموصولة في سبيل تقدم المغرب وازدهاره وإعلاء مكانته بين الأمم والشعوب. وإن المشاركين في تخليد هذه الذكرى التاريخية الغراء من فاعلين ومنتخبين ونشطاء المجتمع المدني وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ليجددون لجلالتكم المنيفة تأييدهم الثابت والموصول بالمقترح المغربي بمنح حكم ذاتي موسع لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة في ظل السيادة الوطنية، معتزين بتوجيهات جلالتكم السديدة الداعية إلى صيانة الذاكرة التاريخية الوطنية والتشبع بقيمها ومثلها العليا واستلهام عبرها وعظاتها العميقة وأبعادها الرمزية لترسيخ الروح الوطنية الخالصة ومواقف المواطنة الإيجابية في نفوس الناشئة والأجيال المتعاقبة، منوهين بما تحيطون به أسرة المقاومة وجيش التحرير من كريم عطفكم وسابق حدبكم ووفور رعايتكم. رحم الله شهداء الحرية والاستقلال والوحدة الترابية والواجب الوطني، شرفاء الوطن وأبنائه الغر الميامين وفي طليعتهم بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جادكم المنعم جلالة المغفور إلى محمد الخامس نور الله ضريحه ورفيقه في الكفاح والمنفى والدكم المكرم جلالة المغفور إلى الحسن الثاني، وحفظكم الله يا مولاي بالسبع المثاني وبما حفظ به الذكر الحكيم، وأسدل عليكم أردية الصحة والعافية وحقق بكم وعلى يديكم كل ما تصبون إليه وتنشدونه لشعبكم ووطنكم من بناء ونماء وتقدم وازدهار ورفاه اجتماعي وحماية اجتماعية وأمن واستقرار. وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير المحبوب مولاي الحسن، وشد أزركم بشقيقكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاه رشيد وكافة أسرة الملكية الشريفة والشعب المغربي قاطبة من طنجة إلى الجويرة. إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وإنه نعم المولى ونعم النصير، والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته قديم الأعتاف الشريفة المندوب الثاني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثير. أما بعد، أيها الحضور الكرام، يسرني أن أقدم هذه الكلمة نيابة عن السيد رئيس المجلس الإعلامي المحلي لإقليم الناظور الأستاذ العلامة سيدي ميمون بن ريسول، ونيابة عن كل مكونات المجلس من السادة العلماء الأعضاء والعضوات والأئمة والخطباء والوعاظ والواعظات والمرشدين والمرشدات، تعبيراً عن سعادتنا الغامرة بالمشاركة في هذا المهرجان الخطابي الذي يخلد فيه الشعب المغربي وأسرة المقاومة وجيش التحرير بأقاليم الناظور دريوش حسيمة هلمان تازة الذكرى 69 للانطلاقة المضفرة لعمليات جيش التحرير بشمال الوطن. أيها الحضور الكرام، قد نشر المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور مؤخراً كتاب مدخل إلى معلمة الريف الشرقي المغربي للدكتور حسن الفقيقي في سبعة مجلدات. وتكمن أهمية هذا الكتاب النفيس في كونه يوثق كثيراً من الأحداث البطولية لأبناء المنطقة، ومنها مشاركتهم في هذا الحدث الذي يعد إذاناً بانطلاق الشرارة الأولى لحركة المقاومة والفداء، حيث صارع أبطال الناظور والدريوش والحسيمة وبولمان وتازة إلى تنظيم جيش التحرير لضرب مصالح ومنشآت المستعمر. وتطوع المقاومون المتشبعون بروح الدين والوطنية الصادقة فداءً لوطنهم وملكهم، وخاضوا معركتهم البطولية بشهامة وشجاعة ونكران الذات، وأبلوا البلاء الحسن في مواجهة ضارية للمستعمر وزعزعة أركانه وإنهاء وجوده.
كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا في مجمعنا هذا عندك من المقبولين، ولا تجعلنا من أشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم انصر عبدك الخاضع لجلالك وسلطانك مولانا أمير المؤمنين بك، وأقر عين جلالته بولي عهدك المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير جليل مولاي الحسن، وسد أثره بشقيقه السعيد الأمير الجليل مولاي رشيد وبباقي أفراد الأسرة الملكية العلوية الشريفة. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم ارحم بعفوك وكرمك الملكين الجليلين مولانا محمد الخامس ومثواهما، واجعلهما في مقعد صدق عندك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداء الأمة. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سعادة الكتيب العلمي المحترم سادة أعضاء حكومة صاحب الجلالة المغرب من أهرامات المغرب، وهذا الشيء اللي عملتيه معروف وعندكم تاريخ ديالهم لا في المكتبات الوطنية ولا في المكتبات الأجنبية، ألا وهو الجدي ميمون خوجة الذي عملتيه يشهد له بنضاله الوطني، وفي نفس الوقت في العهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني كان عمتي السيد مصطفى العلوي اللي هو كان وزيرا في تلك الوقت لإحياء ذكرى عزيزة على المغاربة، باش تشن عمتي لواحد الساحة عمومية تشنها عمتي ديال جاري ذكر عمتي المجتمع والساكنة بالناظور. قال لهم نعمتي جوج الناس اللي تلقوا الشرارة الأولى على المستعمر اللي غزا بلادنا، وهما ميمون خوجة والشريف محمد مزيان، استشهدوا في يوم واحد وكانوا رفقاء السلاح. والغريب في الأمر سيد المندوب المحترم أنه نعمتي دي حنا ما بغينا الدولة ديالنا الله يزيد ليها الخير في الخيرات وزيد ليها نعمتي العظمة في العظمات، أنه نعمتي يحفل المجاهدين يكون عندهم وزن يكون عندهم تقدير وترحيب نعمتي لهذه الدولة ديالنا اللي حنايا اسمح لي سعادة المندوب اللي حنايا قدوة لهذه الأجداد ديالنا في النضال الوطني بجميع أنواعه في الداخل والخارج. وشكرا وننويه وكنطلبوا منكم ان شاء الله خير. انا الله عليكم.